برمجة رابطة المحترفة لكرة القدم واجهت شبيبة القبائل ووفاق ستيف بملعب بلوغين بالجزائر العاصمة حسب ما جاء أو حسب ما جاء عبر موقعها الرسمي ونظرا للعقوبة المسلطة على النادي القبائلي بلعبه لمبارتين خارج ميدانه فقد وقع الاختيار وقع الاختيار على ملعب بلوغين الذي يحتضن اللقاء يوم السبت بداية من الساعة الخامسة مساء بدون جمهور.